تحية فلسفية متواصلة للجميع. في هذا المقطع سوف نتحدث عن الإنسان كائن ثقافي من مزوء الطبيعة والثقافة. إذا ما معنى أن يكون الإنسان كائن ثقافي؟ هنا سوف نتساءل عن التجليات والمظاهر. كيف أعرف أن الإنسان كائنا ثقافيا؟ ما الذي يبين ذلك ويبرهن عليه؟ هل يبين ذلك كونه استطاع أن يكون صانعا لو مفابر؟ معنى أن الإنسان كائن صانع؟ أو ما جعله ثقافيا أنه قدر على أن يعيش داخل مجتمع وتنظمه مجموعة من المؤسسات؟ أم أنه كائن ثقافي لأنه استطاع أن يتواصل وأن يعبر عن أفكاره عن طريق اللغة؟ إذن هنا غيكون عندنا مجموعة من الإشكالات. ما الذي يجعل الإنسان كائنا ثقافيا؟ هل هو قدرته على صنع الأدوات؟ أم قدرته على صناعة المؤسسات التي تنظم حياته؟ أم ثالثا قدرته على التواصل باللغة، أي أنه كائن لغوي؟ إذا لمعالجة هذا الإشكال ومعرفة مظاهر وتجليات الثقافة علينا أن نقف على مجموعة من تصورات والمواقف، ويمكن لنا نوقف عند كل موقف وتصور ويبين لنا كيفاش يمكن لنا نفهم هذه القضية اللي هي أن الإنسان كائن ثقافي.